مشاهدي المصرية في كل مكان، مساء الخير واهلا بكم جميعا معنا وحلقة جديدة وعلى الساحة. اسبوع جديد مليء بالاحداث، مليء بالتفاصيل، اسبوع ثري زي كل الاسابيع اللي فاتت على مدار السنة كاملة. محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأولاده علاء وجمال، محاكمة حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق، وستة من كبار معاونيه ما زالت تحت الأضواء. أخيرا كسر حاجز الصمت حبيب العدلي وتحدث في المحكمة لأكثر من ساعتين، يصف أن ما يحدث في مصر هو مؤامرة، أصابع خارجية، أيادي من البلطجية والمندسين وعناصر من حماس ومن حزب الله وراء ما يحدث، والهدف هو إسقاط جهاز الشرطة، إسقاط مصر كدولة، وأيضا تقسيم مصر. الرئيس السابق محمد حسني مبارك أنهى كلامه ببيت من الشعر بيقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرامة. على صعيد آخر، انتخابات الشورى خلاص حسمت وحصد الإسلاميون حوالي 70% من الكراسي، وبتجري حاليا لقاءات من أجل اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة وصناعة الدستور. على جانب آخر، ماراثون انتخابات الرئاسة خلاص، المستشار محمد عطية أعلن أن أواخر مايو هو الميعاد لانتخابات الرئاسة، بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن 10 مارس هو فتح باب تلقي أوراق الترشيح. المصطلح اللي مالي الشارع السياسي دلوقتي هو الرئيس التوافقي. من هو الرئيس التوافقي؟ وهل هذا التفاف حول الديمقراطية؟ ويجب أن نرضى بالرئيس اللي هيأتي من الصندوق من أصوات المصريين، ولا نرضى برئيس يعني يحظى برضاء أغلبية لاعبين المشهد السياسي؟ المجلس الاستشاري بيدرس أيضا ما يتعلق بتعديل المادة 28، المادة اللي بتنص على عدم إمكانية الطعن على نتيجة انتخابات الرئاسة. تفاصيل كتير ولكن بعد الفاصل. خلي عيونكم عليها. من جديد على الهواء بيسعدنا نرحب بضيوفنا اللي مشرفنا النهارده ومنورنا، المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدوله، اهلا بحضرتك. أهلاً معانا. اهلا بحضراتكم. اهلا بحضراتكم. بيسعدنا ايضا وجود دكتور عدلي حسنين، الخبير الدولي في الديمقراطيه والحكم الرشيد والمستشار الاقليمي للامم المتحده في برامج التنميه المستدامه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. نبدا حوارنا بالمحاكمه، كيف ترى كلام حبيب العدلي وزير الداخليه الاسبق؟ تسمحي لي قبل ما اتكلم اقول لحضرتك على حاجه في قلبي. طبعا اتفضل. النهارده نقلت لنا وكالات الانباء خبر انا كمسلم وكمصري انا اتهزيت له هزه شديده جدا. اكتر من 100 مسلم في المسجد الاقصى اتقتلوا او استشهدوا النهارده. وستاتنا المسلمات اتسحلوا في الاراضي. النهارده هذه المهانه اللي احنا فيها تقتضي مليونيه مش نطلع على السفاره. كان في مظاهره بالفعل النهارده في الازهر. اقصد عكسها. المليونيه والمظاهره مش تطلع ما ناكلش في بعض، ولا نطلع على السفاره الاسرائيليه ونكسر، ولا نطلع على المجلس العسكري ونقول يسقط حكم العسكر. اطلع بمليونيه على المصنع وعلى الغيط وعلى معامل الابحاث، اشتغل عشان اقدر اواجه المذله اللي احنا فيها. مش بان انا اطلع ابيح صوتي وهم يكسروا وهم يعبسوا فينا. هل محاولة تهويد الأقصى ستحل بالعمل؟ طبعا بعمل المصريين في مصانعهم وشركاتهم. طبعا لما نعمل نقوى خصمنا يرهبنا، إنما يرهبنا ليه الوقت؟ يرهبنا عشان إيه؟ إحنا أكتر ما هنعمله نطلع بمظاهرة ونكسر ونوقع عالم وياخد شقق، وبعدين في الآخر تيجي حضرتك تقول هيرهبنا؟ مش هيرهبنا عدونا. يرهبنا لما لقينا في المصنع بنطلع دبابة، لما بيلقينا في المصنع بنطلع جنريتور، بنطلع مكنة، وفي الزراعة بنطلع أكلنا، يخاف مننا. إنما غير كده ما اعتقدش الا ان طيب هيبقى صح. خليني استغل البدايه اللي خارجه من قلبك واتوجه لدكتور عدلي، كيف ترى هذا الكلام؟ وهل ما يحدث في مصر من انفلات امني، ان الامور لسه ما زالت مش مستقره، هل ده مؤثر بشكل او باخر على ما يحدث في فلسطين؟ هو يعني بلا شك دور مصر دور ريادي منذ فجر التاريخ، دوله حضاره ودوله تقدم ودولة مبنية على القانون، فكانت تقهر العالم كله وكان العالم يسمعها. دور مصر الحضاري لن يعود، والريادي والقيادي لن يعود، إلا إذا قامت الأجهزة المعنية بإعادة هيكلة الدولة بالكامل، تصحيح المسار، وضع مصر على طريق التنمية المستدامة،
وليس التنمية المبنية على خطط خمسية تزول وتنتهي بزوال القائم عليها. ده هينعكس بشكل إيجابي على كل البلاد العربية الشقيقة بلا شك. هناك قسمان في البلاد العربية، في قسم لا يعني أي شيء إلا قوت يومه وبيحارب زي ما بيحصل في سوريا وبيحصل في اليمن، دول لن يكون لهم أي أثر على العملية في إسرائيل أو في الصراع الدولي أو لأنهم مطحونين. القسم الآخر هو قسم غني وغارق إلى ششته زي ما بيقولوا في الأموال، ولا يعني أي شيء يحدث إطلاقا. حتى لو رجعنا للتاريخ، من أنقذ القدس من أيدي المدنسين والحروب الخارجية والصليبية كانت مصر. عندما نرى أن امرأة قالت في يوم وإسلاماه خرج جيش وقال له سأبعث لك جيشا أوله عندك وآخره عندي إن لم تطلق سراح المرأة المسلمة. فمصر قادرة على أنها تقود العملية حتى لي يعني مش بس عملية تنمية وصناعة وزي ما قال سيادة المستشار ده شيء مهم، لكن الإرادة السياسية والقيادة الحكيمة لمصر ستحول هذا الجيش المصري من غزلان زي ما بيقولوا إلى جيش أسود وحوش. طيب نرجع للمحاكمة، كيف ترى كلام حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق عن أن ما يحدث هو مؤامرة، أيادي خارجية، عناصر من حماس ومن حزب الله على ذكر فلسطين، كيف ترى هذا؟ حضرتك نفسي أتكلم في الموضوع ده كتير بس القانون يمنعني. يمنعني ليه؟ لأن في حكم هيصدر من المحكمة، ما يصحش أن أنا أصادر على حكم المحكمة وأقول أنها مؤامرة أو لا. أبقى أصادر على حق مستشار محترم وهيئة محترمة في هذا الصدد، إنما هتكلم كقاعدة عامة. من يظن أن مصر غير مستهدفة فهو واهم وساذج. إحنا مش شايفين أو شايفين، إحنا شايفين حاجات مظاهر اللي بيحصل النهاردة واللي حصل قبل كده يا فندم في دول ديبة زي الديبة سحراوي بتلف بره كده وبتتحرش بينا. خلي بال حضراتكم، انا لما بتكلمش برضو عشان احافظ على كياني وحافظ على كيان المحكمة ما يصحش، انما اقول بصرف النظر عن المحكمة احنا بنتكلم على رأي انساني، رأي انساني مواطن مصري بتسمع بالزبط. هذا الكلام من وزير الداخلية الاسبق المتهم بقتل المتظاهرين، كيف ترى هذا الكلام كإنسان مصري؟ انه ارى ان هناك مؤامرات كبرى تحاك على مصر وعلى اللي الدكتور قال عليهم اللي هم بينعموا في ثرواتهم وهم مش معنيين بالامر، هم عليهم الدور، عليهم الدور فورا، مش عايزه جدال علينا. واحنا معرضين لمؤامرات دوليه بعضها خافي قد كده وبعضها علني قدامنا كلنا. احنا يعني في حاله يعني حضرتك لما يجي النهارده ونوعد امام العالم كله ان احنا هناخد معونات عشان حالتنا اللي احنا فيها عشان نبني نفسنا، ولا ياتي مليم من دول عربيه واللي من بره يقول اللي حوالينا ما تدهمش فلوس وهو ما بيبعتوش، هل دي مش باينه؟ هل دي محتاجه ان احنا ندلل على وجود مؤامره؟ هل في حاجات حضرتك في منظمات دوليه لها فرسان مالطة لها قواعد بتتحرك فيها في البلاد، في منظمات مهمتها ازاي تخترق الشعوب وتؤجج؟ وانا شاب نبيل، انا شاب لا يمكن اصدق الكلام ده، بقى انا لما نزلت ورحت علشان خاطر ادافع عن وطني واحنا كلنا وقفنا، هل تفتكر ان شاب يصدق ان هو كان مدفوع؟ لا، بس في من في ابليس من يستغل هذا الحماس الثوري والرغبه في التغيير والتمرد على ما يحدث. والله في ابليس قاعد يرصد اللي بيحصل وعمال يهيج هنا ويهيج هناك. ابليس الجماعه سواء من الداخل اول ما يلاقي الحاله هتبقى هاديه ما يخلصوش، ابليس جماعه. اما من بره فهو انا ممكن ابقى اتكلم في الشان الخارجي بس مش وقته، ان هناك بيجري اعداد المنطقه لمخططات فتنه كبرى زي اللي قامت في صدر الاسلام. هناك مما لا شك فيه ان هناك مؤامره كبرى تتعرض لها مصر وقد يكون نتيجتها وخيمه، اما احسنناش التصرف. قياده قال عليها السيد الدكتور رشيده وهي فعاله بالنسبه للبلد
شعب واعي جدا ما ينغمس الا في انتاجه ما يجريش ورا التيارات ينعمس في شغله. هل حضرتك اواجه اللي بيحصل النهارده في القدس وفي بيتنا المقدس وفي المصرى بتاع سيدنا رسول الله وكده واقعد ادور على ان في مؤامره ولا لا؟ امال امتى يبقى في مؤامره؟ مش شايفين قصاد عينينا ايه اللي بيحصل في ميه نهر النيل؟ احنا حصتنا 55 مليار متر وعايزين ينقصوها 20، ما نصحى الصبح ما نلاقيش ميه. مش حاسين يعني احنا الكلام ده سياسي؟ لا ده حقيقي. ومصر معرضه لمؤامرات عظمى تستهدفها، واعتقد انه منذ فجر التاريخ حتى اللحظه اللي احنا فيها لم تتعرض مصر لاخطار جسيمه من اكثرها الاربعه الا الان. من الشرق مش هتكلم على اللي بيحصل في فلسطين والشيخ زويد وسيلة، ومن الغرب مش هتكلم على اللي بيحصل في ليبيا والاسلحه اللي داخله سام سبعه بيوقع الطياره يعني عشان، ومش هتكلم على لا ومش هتكلم على اللي بيحصل من جنوب مصر في ميه نهر النيل ده مش هنلاقي ومش هتكلم على اللي بيحصل في الشمال بالبحر الابيض المتوسط، عمره ما كان بيجي لنا منه تهديد. ظهر الغاز الطبيعي في البحر الابيض المتوسط وقالوا ملكوش حق يا مصر فيه، بدل ما نقدر كتبت مقال عند احمد باجت رحمه الله عليه في الاخبار في الاهرام، قلت الحقوا الغاز الطبيعي، واتصلت بسياده سفير نبيل العربي، واتصلت بكل من غير معرفه قال لهم الحقوا. النهارده ابتدوا يتكلموا، غازنا معرض للخطر. هل يبقى كل عمنا معرض للخطر ده من غير التفاصيل الحيويه؟ امننا واحساسنا بالامان واحنا ماشيين في الشارع معرض للخطر. خلينا نستقبل اتصال تليفوني. استاذ فوزي ابو حجر الامين العام لحزب الوفاق الوطني، مساء الخير يا فندم. امسى الفل يا باشا. كيف ترى المحاكمه؟ والله المحاكمه عادي جدا، والتعليقات في اطار الاتهام اللي موجه ليهم. في اطار الاتهام اللي وجه اليوم يحق لهم يقولوا اللي هم عايزينه. بالتاكيد من حق الجميع في محاكمه انه يقول. كيف ترى ما يقال؟ كيف ترى؟ ما يقال ايه؟ هم وجهوا لهم اساسا اتهام يعني افساد الحياه. يعني انت بترى ان الاتهامات الموجهه اليهم من قتل متظاهرين والحصول على فلل والتربح ما هياش التهم الاساسيه اللي افسدت مصر؟ بالظبط كده، بالظبط كده. فهم يتكلموا في يعني في اطار اللي بيوجع اليوم، هم يقولوا اللي هم عايزين يقولوه. شايف بكره ازاي؟ استاذ فوزي شايف بكره ازاي؟ متفائل؟ الان كيف ترى الرئيس القادم؟ من هو؟ هل هو من الاسماء المطروحه؟ لا بتتصور انه ربما لم يظهر بعد. كيف ترى هذا المشهد؟ لا انا متفائل بغصب عن الظروف دي كلها، انا متفائل. ما فيش اي حاجه تدعو للتشاؤم يعني، انا متفائل. وكل اللي بيحصل ده هيتم العبور عليه. وانا شايف ان الرئيس القادم اعلى فرصه هيبقى من عبد الفتوح. ستمنح صوتك لدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. ولا ويكون افضل بقى لو اتفقوا موحدين على رئيس ونايب. على رئيس ونايب. طيب هل بترى مصطلح الرئيس التوافقي هام في الفتره الحاليه في ظل ما تمر به مصر من ظروف وملابسات واحداث، ولا بترى انه هيكون التفاف حول الديمقراطيه؟ لا طبعا ده التفاف حول الديمقراطيه والتفاف حوالين حاجات كتيره جدا. رئيس توافقي يعني معنى كده ان كل اللي حدث في من بعد ثوره 25 يناير حتى الان من محمد محمود لمجلس الوزراء للي معناها ان هم هيتوافقوا على ان هم يدفنوا كل المواضيع دي. هيتفقوا على انهم هيدفنوا كل المواضيع دي. شكرا استاذ فوزي. بالظبط حكايه الرئيس التوافقي ده يعني ايه؟ هو يبقى الهدف منه كده. طيب وجهة نظر حضرتك وصلت، بشكرك على هذه المداخلة. دكتور عدلي، مصر بكرة وبعده وكمان شهر وكمان ست شهور، ما هي أجمل السيناريوهات المتوقعة وما هي أسوأ السيناريوهات المتوقعة في ظل ما يحدث؟ سؤال عايز مليون سنة للإجابة عليه. هختصر. للأسف الشديد إذا كان تاريخ مصر بيمثل قيمة على المستوى العالمي فلابد أن نعود للتاريخ. وإذا كان بنتخذ عظة من التاريخ فلابد أيضا أن نعود إلى التاريخ قبل أن نتقدم إلى الأمام. مشكلة كبيرة أنه بتساءل، وكتبت برضو يعني مش مقالات، كتبت دراسات واعترف بها دوليا وموجودة وتحت أمر الإذاعة في أي وقت.
لو كان الاقتصاد المصري معافى وقوي ما قامت الثورة في 25 يناير. الدليل عليه انه بمجرد ايداع 25-30 واحد من قمة النظام في السجن حصل انهيار في الاقتصاد. لو كان هذا الاقتصاد قادر على انتاج وظائف ما كانش الشباب صار على فقدان الامل. يعني المحرك الاساسي او العامل الاساسي في تحريك المعادله هي الماده، هي الاقتصاد، هو الاحساس بتحقيق الذات في وظيفه يجي لي منها فلوس اكل واشرب واعيش بحريه وكرامه. الحق في الحياه والحق في الحياه بكرامه، ومش بس كده ما تقضيش على املي في المستقبل. هو الشباب شاف انه احنا كاجيال فقدنا القياده وفقدنا القدرة على المقاومة والقدرة على التغيير ولا خلق ولا حياة شيء. أفضل. وبالتالي يعني لما أشوف إن ابني اتولد وكبر وراح الجامعة وتخرج ومش لاقي شغل وفي نفس الوقت ما شافش غير رئيس واحد. فأنا عايز نرجع لنقطة شوية عشان لما نيجي نتكلم على المستقبل نقوم نقول ثورة 25 يناير أثبتت للعالم إن نظام الحكم اللي بيتكلم عليه العدلي وبيتكلم عليه بيقول مؤامرات ومبارك وبيقول مصر حبيبتي، نظام الحكم هذا الذي كان قائما عامل زي بلاعة مقفولة وفجأة انفجرت وخرجت كل الروائح الكريهة اللي كانت كتمة على نفوس المصريين من بلطجة من عنف من انهيار في الفكر من انهيار. يعني في الظل ده هتحصل حاجة حلوة بكرة احلى هنرتاح هنطمن ولا هنفضل شوية في هذه الدوامة من الروائح الكريهة على حد تعبير حضرتك؟ لا لا لا، هو طبعا زي ما بنقول بتخرج الروائح الكريهة وبتنضف، وبعدين النهر لما بيثور بيشيل قدامه كله بيشيله. الشعب اتحرك ولا رجع للخلف، ومصر في عملية دراسة وهضم للأحداث حتى تقود المسيرة مرة أخرى، وده اللي مخوف إخواننا في الخليج ومخوف الناس في الشمال وفي الجنوب وفي كل مكان، إن مصر لو تحركت إلى الأمام ستزول كل العقبات وستبدأ مرحلة جديدة. اللي أنا عايز بس أوصله لأن نقطة مهمة في حكاية الرئيس التوافقي وبتتكلم عليها الناس كلها، هي مش بس عملية سرقة الديمقراطية أو التحايل عليها، ده هي عملية إعادة العجلة للخلف مرة تانية من زيرو مليون درجة لورا. وأنا عندي ثلاث طرق لاختيار زعيم لأمة وأمة زي مصر، إما بالميلاد وده بيتم في دول الخليج والمملكة والملوك وغيره، أو بالتوارث عن طريق الديكتاتورية، أو بالقوة عن طريق انقلابات وسيطرة مالية وعسكرية. وجربنا ده في مصر، ما فيش غير واحدة بس ما جربناهاش، وهي الاختيار عن طريق الاقتراع الحر لكل مواطن صوت، مش لكل حزب صوت، لكل مواطن صوت. وليس من حق الأحزاب أن تتحايل، لأن في نقطة مهمة ولازم الناس تعرفها، الانتخابات اللي فاتت لا تمثل قمة الفكر المصري، هي تمثل مرحلة انتقالية نتيجتها كانت واضحة، انه الاسلاميون حصلوا على 70% من اصوات 55% من الناخبين. يبقى حصلوا على كام؟ 70% من 55، يعني قولي من لو قالوا من 50 يعني حاجة و30 يعني حاجة و30 مليون مثلا. 30 مليون 30 مليون لا يمثلوا 80 مليون اطلاقا ولن نقبلها. ولذلك الانتخابات الحرة المباشرة لكل مواطن مصري لاختيار رئيس الجمهورية حتى يكون هناك توازن بين القوة التشريعية والرئاسة. تمام، معانا أستاذ أحمد خليل خير الله المتحدث الرسمي للكتلة البرلمانية باسم حزب النور. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا جماعة. ماذا يحدث بخصوص اللجنة التأسيسية؟ هل لديك شيء تقول لنا بخصوص هذا الشأن؟ والله احنا اللجنه التاسيسيه في عندنا مشروع جاهز هنقدمه للمجلس ان شاء الله الايام القادمه. اركان المشروع مش هقدر اصلح بها كامله، ولكن هو الموضوع يتلخص. صوتي واضح يا فندم؟ صوتك واضح، اتفضل. الموضوع كله يتلخص ان الاعتماد الكامل على المتخصصين لكتابه دستور مصر القادم مع الاكثار من لجان الاستماع. فكرة لجنة الاستماع لكل طوائف الشعب المصري
داخل البرلمان المصري. دي من الحاجات الاهداف اللي احنا نفسنا نطبقها في الدستور القادم. يعني لجان الاستماع ديت هتسمع لنبض الشارع ونبض الناس، عايزين ايه ويتحقق ازاي، ويبتدوا بناء على ده يتصرفوا ويتحركوا. لجان الاستماع مبنيه على شقين، الشق الاول الاجتماع مع المتخصصين واهل الاهتمام، يعني مثلا لاعبي الكره، الفنانين، الرياضيين، اصحاب الحرف، الفلاح، كل الناس. ده الشق الاول. الشق الثاني هيكون ايه؟ الشق الثاني للمتخصصين اهل المهنه واهل التخصص اللي عملوا في دستور يليق ببلد زي مصر. يعني انا سمعت كلمه لجان الاستماع، قلبي قال لي ان هنسمع للناس. ما هو نسمع ده للناس في الشارع. ايوه كل الناس يا فندم. انا بقول لحضرتك ان احنا الناس في الشارع، المواطن البسيط، مش رموز المجتمع من فنانين ورياضيين. انا عايز الراجل اللي في الحاره والراجل اللي في الشارع والبواب وبياعه الجرجير، دول يتكلموا، دول اللي عايزين نسمعهم. الناس دي كلها انتخبت من يمثلها، وطبعا صوتها هيوصل، لان الامر هيبقى حوار مجتمعي نتمنى ان هو يليق ببلد زي مصر يا رب. طيب رئيس الجمهورية، احنا عارفين ان في اجتماعات دلوقتي بشأن ان السلفيين هيحددوا هيدعموا مين، وكذلك الاخوان هيدعموا مين، الحكاية ماشية ازاي؟ احنا فندم بنقول ان احنا، وده صرحنا بيه اكتر مرة وكأن الناس مش مصدقة، احنا بنقول ان احنا بنرشح رئيس محتمل. لما يغلق باب الترشيح فعلا هنرشح رئيس مرشح مش محتمل، دي رقم واحد. وقت ان احنا لابد ان يتحدث البرنامج في الرئيس. يعني عارف يا استاذ احمد، مساله البرنامج ديت يمكن بتبدو فيها شيء من البديهيه، لانه كل اللي هيطلع علشان يقول انا برشح نفسي لرئاسه الجمهوريه هيكلمك عن ارتفاع مستوى المعيشه، عن اهميه الاهتمام بالتعليم، بالصحه، وكلام يكاد يكون مرسل انجاز التعبير، كلام بديهي اي طالب في اعداديه هيكتبه. احنا عايزين نعرف هتبقى ايه الضمانات، ايه الاليات، ايه المفاتيح السحريه اللي ممكن اسمعها في برنامج احس ان ده هيحقق لمصر وضع افضل. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نقوله، ان احنا مش هتبقى اول مره ننتخب رئيس. ليه انا بضغط على البرنامج؟ عشان اعرف احاسب. للاسف البرنامج الهمليوني اللي ملوش نقاط يتمسك منها ده بيخلينا نقع في نفس الاخطاء اللي وقعنا فيها قبل ذلك، لكن انا لما يبقى عندي برنامج واضح 1 2 3 4 ما عنديش اي مشكله ان انا ممكن يريد الفضل الى درجه بسيطه مقبوله مع اول رئيس، لكن مع ثاني رئيس. عشان كده كل رئيس يعمل معه وحاسب وبرنامجه هيبقى هو المقيم ليه، لان البرنامج ده الاهميه مكانه اختيارنا للرئيس. تمام، شكرا جزيلا. اللهم ولي خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. مسألة البرنامج هل فيها مفردات سحرية نقدر نحط ايدينا عليها كده نسمعها تقول لقلبنا او لا، ولا العبارات الجميلة والمفردات الرنانة بتاعة الدعاية الانتخابية، انا هعمل لكم هجيب لكم حتة من السماء، انا هبني لكم الهرم الرابع، وده بالتأكيد هيحصل. نوجه المواطن ازاي؟ المواطن عاش عمره كله لا بيختار رئيس جمهورية ولا بيروح مشوار انتخابات لأنه عارف أن صوته ملوش قيمة. النهاردة هو حاسس أن صوته له قيمة وأن صوته هيغير في مصر وهيخلق مصر جديدة. نقول للناس إيه؟ شوفي، عايزة قبل بس ما أقول لحضرتك نقول للناس إيه، أعلق على الكلام اللي كان بيتقال دلوقتي. مين هي اللجنة التأسيسية أو الهيئة التأسيسية اللي هتحط الدستور؟ مين هم المية اللي هم تلت المجلس الشورى المقرر تعيينهم علشان خاطر يخلوا مجلس الشورى فخر المجالس في مصر؟ انا عندي تصور، لاني عندي هذا التصور ونشرته في بعض الجرائد القومية وغير القومية من اهميته، وفي رأيي رحت سجلته في الشهر العقاري. مين المية اللي هيتم تعيينهم في الشهر العقاري؟ قلت رؤساء الأحزاب اللي فيهم اللي تضم أكتر من 20,000 عضو، رؤساء الاتحادات والنقابات. أنت مين؟ أنا نقيب المعلمين. ده أنت تمثل 2 مليون معلم، اتفضل عشان هندخلك الشورى وأنت اللي هتمثل المحامين أو من ينوب عنك في 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 وضع الدستور وفي عضوية مجلس الشورى. أنت مين؟ أنا نقيب الأطباء، أنا نقيب المهندسين. في مصر في 24 نقابة، كل نقابة من يمثلها منتخب، رؤساء الجامعات، رؤساء الجامعات الرسمية، رؤساء مراكز البحوث. حضرتك أقدم 5 سفراء من السابقين في الخارجية لأنهم سافروا وشافوا، يختارهم النادي الدبلوماسي. حضرتك أقدم أكبر 4 نوادي أنا كاتبهم ومسجلهم
في الشهر العقاري. ان دي اقتراحات لمعايير اختيار ان انت عضو في هذه اللجنه التاسيسيه. مش هختار بقى بتاع العباره ومش هختار بتاع الاعمال اللي مش عارف وزع لي الارض وضحك عليا، انا هختار بحكم منصبه. انت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه، اتفضل. انت رئيس النادي، انت رئيس راجل محترم، انت رئيس قسم قانون في حته الفلانيه، كاتبهم ومحدد، لان القانون بيقول تلتين المجلس الشورى بالانتخاب والتلت بالتعيين. ادي التلت اللي بالتعيين، مين بقى هيعمل ايه التلت ده؟ بدل ما احد نقيب المعلمين لوحده ونقيب الاطباء لوحده، كل واحد كده اجمع ودول هيزقوا، دول هيخلوا الحياه النيابيه تدب في الجسد المصري وتندفع القاطره للامام. دول عقول مصر، السفراء بتوع النوادي بتوع الانديه. عايز الدستور يخلص قبل اليوم اللي هنزل فيه واحط اسمي وصوتي لرئيس الجمهوريه؟ هقول لحضرتك. ولا المساله مين هياثر على مين؟ هقول لحضرتك. يعني المساله ماشيه بشكل متوازي. عايز مين يسبق بخطوه؟ لابد الدستور يسبق ليه؟ رئيس الجمهوريه اللي هيرشح نفسه، اسف، اللي هيرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه ومش عارف هيجي على نظام رئاسي ولا برلماني ويقبل، انا مش هنتخبه، ده لازم يبقى عارف جاي على ايه. انا افضل النظام الرئاسي، لان عيب ان رئيس جمهوريه مصر العربيه. لا، ده احنا اللي مش عايزين نقبل ما نصنعش دكتاتور جديد يجي هو يسيطر على الدستور. والله هقول لحضرتك، اسمعيني حضرتك، هقول لك رايي يعني في هذا. دكتور جديد ايه وفين؟ ده حضرتك اللي جاي رئيس جمهوريه جديد يا دوبك يروح، شايفين رئيس الوزراء وشايفين ده كان زمان، الكلام ده كان من 16 وسنه، كان ما هيبقى فرعون، فرعون فين حضرتك؟ بص اللي حصل. خلاص كل حواجز الخوف سقطت. كل حواجز، تخافي من رئيس جمهوريه يجي فرعون؟ بص حضرتك بقى، كله بيقول لابد من انقاص سلطات رئيس الجمهوريه. لا، انا بقى هقول لحضرتك ما بقاش الوقت ده يسمح بالكلام ده. ده رئيس الجمهوريه، ده هو رئيس الجمهوريه ده جاي لي من اسرائيل ولا جاي؟ ده رئيس الجمهوريه البطل الشعبي اللي انا في هذا التوقيت، اللي في هذا التوقيت يقدر يقف، يقوم يبقى الرئيس قوي يفضي الحتت دي بدل ما يبقى دم ويخليها رصاص على اعداء البلد، ودي يفضيها وخليها رحمة على الثوار. رحمة وثيبة. هذا الرئيس اللي انا وحنية. عايزه، مش الرئيس اللي قاعد في نظام نيابي برلماني مش عارف طول النهار يشتكي رئيس وزارة. طيب. يقبل انه يرشح نفسه هو بالوضع ده، انا ما انتخبوش. خلينا نسمع دكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. ايه حكاية المادة 28 عاملة قلق ليه في الشارع السياسي؟ لا، هو المادة 28 بكل بساطة أنا أتكلم بشكل فقهي عملي ومن ثم في إطارات الملائمة. المادة 28 من الإعلان الدستوري هي نص الإشكالية اللي فيها إن ما عساه قد تصدره هذه اللجنة من قرارات لا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال، كما أنه لا يجوز وقف تنفيذ هذا القرار. إزاء ذلك، هل يمكن ان احنا نعدل هذه المادة ولا لا؟ نظريا الامر يتنازل اتجاهان. الاتجاه الاول يقضي بان لا الاعتبار قانوني دستوري، ان فاده ان هذه المادة بذاتها هي جزء من المادة 76 من دستور 71 الملغي، وهذه المادة بذاتها هي تلك التي كان قد وافق عليها الشعب في الاستفتاء الدستوري الذي اجري في 19 مارس 2011. ومن ثم ان اردنا الامتداد اليها بالتعديل يلزم اللجوء للاستفتاء. هذا رأي. انما الرأي الاخر يقول ان دستور 71 كله سقط بالاعلان الدستوري، على الرغم من ان ديباجة الاعلان الدستوري اشارت لنتائج الاستفتاء، لاننا امام منظومة دستورية جديدة فممكن تعدل. اذا من حيث المبدأ هناك رأيين، احنا ننتصر لأي منهما في إطار ما يتم تبنيه من رأي يحقق المصلحة العامة. طيب أستاذ صلاح، أسأل حضرتك سؤال فيما يتعلق بنزول المواطن المصري فيما بعد في الاستفتاء على الدستور. المواطن المصري اللي ما عندوش الخلفية القانونية، مش دارس، مش عارف إن اللفظ ممكن يغير في المعنى وممكن اللفظ يفتح مجال واسع لصلاحياته وممكن يقلص هذه الصلاحيات، نقول ايه للمواطن المصري؟ هيختار ازاي؟ هل تثق في قدرته على الاختيار؟ هل حاسس يقينا؟ بس حضرتك، انا اثمن عليك هذا القرار حضرتك، هذا التساؤل وهذه المداخله، لان بس هتكون اكثر شده واكثر احتقانا حينما نعرض مشروع دستور يتضمن من نحو 200 مادة على المواطنين، اللي هيئة الناخبين 20 مليون منهم لا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا. فهل السبيل هو الإقصاء ولا السبيل
ان زي ما حضرتك انت تفعلين الان ان التلفزيون والصحافه والاعلام المسموع الكل يقوم على اجراء نوع من الايضاح الكامل والشرح حتى يتم ده هو حتى مش ال 20 مليون اللي مش عارفين يقروا ويكتبوا يا دكتور، ده حتى المثقفين وخريجين الجامعه في الجزئيات المتخصصه مش هيبقى وسط في يدهم، بس لن يكون البديل هو الاقصاء على فكره. لا بالتاكيد انا طالب بالاقصاء بالتاكيد، لكننا بنشوف الحل ممكن يبقى ايه. الحل انا طرحت الحل ان يكون هناك مناقشه مجتمعيه عامه نحاول نوصل للناس كل شيء، بس يا استاذه لازم ما نستعجلش، الدستور ما يتعملش في اسبوع ولا في شهر والكلام من ده، لازم بعد ما يتم. طب اذا حضرتك كيف ترى التبكير بانتخابات الرئاسه يا استاذ صلاح؟ يعني اذا كان هذا راي حضرتك وهو راي يحترم. انا كان رايي، انا رايي المجرد كاستاذ قانون دستوري كنت ارى انه لابد من الاول ان نهوا الدستور ومن ثم يصاروا الى انتخاب رئيس جمهوريه في مرحله لاحقه لسبب بسيط جدا، لان الدستور هو اللي هيبين صلاحيه الرئيس وحدوده وطبيعه النظام السياسي في الدوله. يعني كتير كتير بيروا انه من 19 مارس ربما كان يعني ضبابيه الى حد كبير. بقول لحضرتك ربما الكتير بيروا انه العوده ل 19 مارس وكل اللي قالوا لا هم اللي دلوقتي خايفين ومش عارفين ايه اللي هيحصل، ما احنا قلنا لا من 19 مارس اعملوا لنا دستور، يعني ما دام العماره وقعت ابني لي اساس بقى من الاول وبعد كده ابني ادوار. هل الضغط الشعبي استاذ صلاح، هل الضغط الشعبي والهتافات بيسقط يسقط حكم العسكر؟ هل هذا الضغط هو وراء المرحله اللي احنا فيها واللخبطه والتخوف؟ انا لا اميل الى الاستجابه لضغوط شعبيه، اذا كنا احنا في اطار قانوني وانت ضيوفك الكرام فيهم قمم من القضاء قاعدين جنبك في الاستوديو، لا يمكن بحال من الاحوال نتدخل في عمل القضاء، ولا يمكن بحال من الاحوال ان الشعب يتدخل في الشان المتعلق بامور السياده، دي مساله جد خطيره، لو طرح على مجلس الدوله المؤقر قضيه تتعلق باعمال السياده هيقضي فيها بعدم الاختصاص. يمكن من رجل الشارع البسيط الذي يمكن ينساق وراء كلمة من هنا أو كلمة من هناك ويعكس بهتافات ليس من ورائها طائلة سوى أنها تضر بالمصلحة العامة، هذا ما لا يقبله أحد. بس أنا كنت عايز أقول لحضرتك على شيء فيما يتعلق بتعديلات المادة، أنا أميل إلى تعديلها. ليه أميل لتعديلها؟ لأن المادة دي بتحصن الأعمال الخاصة باللجنة، لجنة انتخابات من رقابة القضاء. على فكرة التحصن من الرقابة القضائية هي نقطة سوداء في جبين المشروعية. اللجنة دي صحيح مشكلة من قضاة وبيرقصها رئيس المحكمة الدستورية العليا، لكن أنا وأنها تمارس مهامها فنزلت من على منصة القضاء وأضحت تقوم بأعمال الإدارية مجلس الدولة أو أي جهة قضائية ممكن غيرها تراقب أعمالها. ليه؟ عشان إعلاء من شأن المشروعية، عشان التأكيد على مبدأ سيادة القانون. انما مش نقول ان في لجنه لا اعمالها مطلقه ومحدش يقرب منها، والا ده اعلاء وكسرا واعتداء على مبدا المشروعيه ومبدا رقابه القضاء وحق التقاضي وهو حق اصيل. شكرا دكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري. ما هو النظام الامثل لمصر في ظل ما يحدث، البرلماني ولا الرئاسي ولا المختلط؟ انا اعتقد ان مصر في حاجه الى نظام رئاسي قوي، ولكن مع وجود شيء من التوازن فيما يتعلق بالقوى الحاكمة في المجتمع. يعني نظام تشريعي، مجلس الشعب قادر على مساءلة الحكومة. مجلس الشعب قادر ومجلس الشورى قادر على انه يوقف الرئيس عند حدود معينة اذا تخطاها واراد يعيده الى مكانه الاصلي. لازم وده اللي بنسميه في كل العالم checks and balance، يعني لازم يبقى موجود هذا النظام. الصحافة لابد من اعطائها القدرة على تمثيل نبض الشارع والتحدث بجرأة وكشف كل الخفايا على مستوى من رئاسة الجمهورية حتى العامل البسيط، وهي ما تسمى القوة الرابعة او القوة الخامسة. النظام القضائي يكون مستقل تماما وعنده الحق انه يلاحق رئيس الجمهورية اذا اخطأ في حق الامة. يعني احنا لو وفي نفس الوقت انا ليه بقول نظام رئاسي قوي، لاني احنا في حاجة الى قيادة وقبطان قادر على انه يستوعب استراتيجيات القرن 21. احنا ما زلنا عايشين
جامعاتنا ومدارسنا ومؤسساتنا العلمية وجهاز تلفزيوننا المصري ما زالت مبنية في القرن التسعتاشر او القرن العشرين، واحنا عايزين نعلم ولادنا علوم القرن الواحد وعشرين ازاي نعملها واحنا اللي حوالينا كله المنظومة تفاصيلها متأخرة. بالتالي عايز رئيس الجمهورية لا يركز على انه يخش في الدقائق دي، مسؤولية الوزراء ومسؤولية الحكومة، لا يركز على وضع خطة تنموية مش مسؤوليته، ومسؤوليته وضع عينه مش على عايز حضرتك انه رئيس الجمهورية يجي بشكل ادارة مركزية ان كل الاشياء في ايده وفي صوابعه وبيتحرك، ومش لا ومش كده بس انا عايزه عينه على استراتيجيات طويلة المدى. رئيس الجمهورية يقول مصر هتكون ايه سنة 2050، رئيس الوزراء بيقول له انا ماشي بشتغل على الخمس سنين الجايين دول واشتغل عيني برضو على الخمسين. رئيس الجمهورية عندنا لازم يكون مسؤول عن القضاء على الامية، القضاء على الجهل والفقر والمرض. رئيس الجمهورية مسؤول على حماية المجتمع من العبث بالقوانين. رئيس الجمهورية يوقف اي مسؤول في لحظة معينة يقول له استراتيجية مصر بتقول كذا وكذا. انا عايز رئيس جمهورية يجي دلوقتي واحنا قاعدين، ونفسي لما انت بتعملوا هذا النقاش هتقولنا الناس اللي هترشح نفسها ونقعد نناقشها، اقول له اديني في خطتك رقم محدد كام شاب هتعينه في خلال 4 سنوات او 10 سنوات، لان انا عندي قنبلة موقوتة ايا كانت الحكومة لن تستطيع اطلاقا الوقوف امام المد الثوري للشباب الذي فقد الامل وينتظر الكثير وما زالوا عاطلين في الشوارع. عايزين برامج فيها كلام واليات وضمانات، مش كلام مرسل وكلام حلو يعمي عينينا ويعمي قلوبنا وفي الاخر يودي مصر في حته مش حلوه. معنا استاذ جمال جبريل، استاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعه حلوان. مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء النور. اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله. لا نسمع عن المحاولات لاسقاط مجلس الشعب او لحل مجلس الشعب والشبهه من التلت والتلتين وعدم وجود التكافؤ، هل بترى ان ما حدث كان صفقه بين الاخوان والمجلس العسكري كما يشاع في الشارع السياسي، ولا شايف المشهد ازاي؟ ما حدث تحديدا اللي هو نسبه التلت والتلتين يعني ولا يعني؟ ايوه يا فندم. لا والله انت حضرتك لو تفتكري كان المجلس العسكري عاملها 50% و50%. واعترضت القوى السياسيه؟ واعترضت كل القوى السياسيه وعلى راسهم الاخوان المسلمين. فالمجلس العسكري عدل رغم ان في حكم صادر من المحكمه الدستوريه اللي عليها في 17 مايو سنه 1990 بنفس المعنى اللي كان فيه قوائم وواحد فردي في الدائره بدل اثنين، واتحكم بعدم الدستوريه لعدم مراعاه مبدا تكافؤ الفرص والمساواه. فحصل ده الحقيقه انا مش عارف هل هو غفله يعني ولا مقصود. انا يعني محتار ومش فاهم. محتار حضرتك محتار ما عندكش اجابه هل هو غفله ولا كان مقصود؟ لا الحقيقه انا مش عارف، هي غفله قانونيه من الاخوه اللي حط دستور، خصوصا اقول لحضرتك الماده 62 في دستور 1/2007 كان فيها فقره بتقول الماده 62. صوت حضرتك بيقطع. الو وفقدنا الاتصال. لا بعد اذن حضرتك اتفضل على طول. في قلبك حاجه قبل ما اسال اتفضل. لما تسالي حضرتك اعقب على عمليه هل النظام الافضل هو البرلماني ولا الرئاسي ولا المختلط وليه؟ النظام البرلماني معناه ان مجلس الشعب فيه اغلبيه هي دي اللي تشكل الحكومه كويس لوحدها، او تاخد الاحزاب الصغيره معاها وتشكل حكومه ائتلافيه. تمام. هسال سؤال بقى، مجلس الشعب وظيفته ايه؟ التشريع والرقابة. ازاي هبقى انا اللي مشكل الحكومة وراقبها؟ قولي لي حضرتك، انا بقى اللي انا الاغلبية ومشكل الحكومة، حكومتي بتاعتي، انا اللي جايبها، جبت فلان وعلان وشكلت من سواء لوحدي او معايا شوية، يبقى فقط دوري الرقابي، لان دي حاجتي انا اللي جايبهم. يبقى لو ناسي. في حاجة ناسي انا اللي جايبهم. ناسي زي كلمة ناسي معبرة، هراقب ناسي لو في خطأ هبرزه ولا لا؟ ده انا هخبيه علشان ما يتقالش انا اللي جايبهم علشان يعملوا الاخطاء دي. يبقى دوري الرقابي راح، افضل بامسك في الدوري التشريعي. طب استاذنك معانا دكتور جمال بعد ما الخط قطع. ايوه يا دكتور. ايوه فندم. وسبب الماده 62 ل 2007 في تعديلات 71 لسنه 2007.
بالضبط. وضيفة الفقرة دي كانت تمنع الحكم بعدم الدستورية، لكن جم الاخوة وهم بيحطوا الاعلان الدستوري شالوا الفقرة دي من المادة 38 واكتبوا ان المشرع ياخد باي طريقة من طرق الانتخاب. فعرضوا التعديلات بتاعت الانتخابات، قانون الانتخابات، قانون مجلس الشعب ليه؟ لعدم الدستورية المؤكدة. يعني لو قريت حضرتك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سنة 1990 يعني هتتأكدي رغم يعني بغض النظر عن التخصص ان الحكم القادم سوف يكون بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون الانتخابات. صحيح. وهل يجوز لنا الان الاستناد لهذا الحكم في ظل الاعلان الدستوري اللي ظهر في 23 مارس وبالغاء هذه المادة؟ لا، هو ما انا بقول لحضرتك ان الاعلان الدستوري اخطأ انه شال العباره اللي حاططها الاخوه التنزيه في تعديلات 2007. فبالتالي هو عرض القانون بتعديلاته وبطريقه الانتخاب لعدم الدستوريه. طب دلوقتي من له الحق في حل مجلس الشعب يا فندم يا استاذ جمال؟ من هو ايه؟ مين دلوقتي اللي من حقه انه يحل مجلس الشعب؟ لا، مفيش حل الا بعد ان ما ينصر المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون. يعني اذا ثبت عدم دستورية القانون من له الحق في اتخاذ مثل هذا القرار؟ ما له الحق الحقيقة، ما دي مشكلة ثانية، دي مشكلة. يعني هذا الحق المفروض ان هو لرئيس الجمهورية، الان لا يوجد رئيس جمهورية، فاذا ثبت عدم الدستورية من سيكون له الحق في حل مجلس الشعب؟ ولا يا فندم، الاعلان الدستوري تناول اطلاقا مسألة حل المجلس. الاعلان الدستوري لم يتناول مسألة حل المجلس، والمشكلة الأكبر أن هذا المجلس هو من سيختار لجنة المية اللي هتحط الدستور. طب حضرتك أستاذ جمال كيف ترى أو تقيم الأصوات التي تطالب الآن بهذا، بحل المجلس، بأن ما فيش دستورية، شايف ده إزاي؟ ده توقيت مناسب لده ولا مقصود؟ لا طبعا ما فيش حاجة اسمها حل المجلس إلا إذا صدر حكم المحكمة الدستورية. لا طبعا خالص يعني مش منطقي وغير مقبول يعني. طيب استاذ جمال جبريل، استاذ ورئيس قسم القانون العام جامعه حلوان. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك. ليك تعليق؟ ليه تعليق؟ اتفضل. انت سالتيني سؤال رائع وانا ما جاوبتش عليه، ويمكن حتى ما جاوبناش عليه. في امل؟ اجمل السيناريوهات. ايه اجمل انا تصورت ان حضرتك من اجابتك انه يعني لا. مش هربت من الاجابه عفوا أبداً. ولكن وكان لا يوجد في خيالك ولا ذهنك سيناريو جميل. لا، في سيناريو جميل توافقي، بس مش على رئيس الجمهورية. كلمة توافقي دي مخوفة الناس دلوقتي. توافقي على اساس نتفق جميعا ان الفترة القادمة الاربع سنوات اللي هيكون فيها رئاسة وفيها مجلس الشعب القائم وفيها كل الانظمة اللي احنا بنحطها على خط الديمقراطية، سنة اولى ديمقراطية. خلينا نمشي سنة اولى ديمقراطية، سنة تانية ديمقراطية، تالتة ديمقراطية، رابعة، وبعدين نتخرج من المدرسة الثانوية وندخل الجامعة. خلينا نتفق على ان الفترة اللي جاية هي فعلا تجريبية، الفترة الانتقالية وتجريبية، يجوز نقول عليها تجريبية. لا ابدا، فترة انتقالية، لان احنا يعني الفترة التجريبية فشلت. احنا اخذنا سنة وجربنا كل حاجة، نعمل اعلان دستوري، نعمل استفتاء، لا نعمل الرئاسة الاول، الشورى يعني، و50% عمال وفلاحين، وبعدين ناس زعلانة انه طب ازاي نقول 50% عمال وفلاحين واحنا عندنا 40% امية. يعني البلد دخلت في هي الفترة التجريبية. والنهاردة المسيطر على الشارع حاجتين، عامل الخوف من المستقبل ومن الحاضر نتيجة للصراعات اليومية من أجل لقمة العيش بدون التعدي عليا وعليك. الإحساس إنه مفيش أمان، مفيش أمان، ممكن حد يوقفني يسرق عربيتي. النقطة الثانية إنه الفترة التجريبية فشلنا فيها لأنه كان المفروض أن نبدأ بإعادة هيكلة النقابات وإعادة هيكلة المؤسسات، وبالتالي لما يبقى عندي نقابات قادرة على انها تقعد وتتكلم معايا كحكومة وتتناقش معايا، مش عايز مظاهرات في الشوارع ولا قطع طرق ولا قطع خطوط. ليه؟ لان الناس مش لاقي حد يمثلهم فعلا. فاحنا بدأنا بالقمة وسبنا القاعدة تغلي، والنهاردة بنندم عليها. عايزين نقول
معلش عندنا قدره في التوقيت ده على مساله الهيكله اللي هو افجر كل حاجه من غير ما يبقى عندي كوادر بديله آلية زمنيه اعرف ان والله فلان ده مشكوك في تاريخه طيب انا استحمله شهرين على بال ما اكون مرنت غيره الحكايه هتحصل ازاي مصر كله في نفس الوقت عايز هذه الهيكله كله في نفس الوقت عايز اسقاط كل ما له علاقه بالنظام البائد او النظام القديم هل ده منطقي هنقدر نعمل ده لا لسبب بسيط احنا تخطينا نقطة مهمة جدا ويمكن تيجي على الجرح زي ما بيقولوا انا ما كنتش عايز اقولها دلوقتي انه اي نظام وصل بيه حالة الغليان والثورة بعد قيام الثورة مباشرة بيبدأوا فيما يسمى العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية اساسها اربع نقط النقطة الاولى يطلع على الملأ في حديث تلفزيوني وشعبي وراديو وكل حاجة ويقول للشعب المصري انا اسف بالنيابة عن النظام البائد في كل الاخطاء اللي انا ارتكبتها في حقك هذا في حق هذا الوطن فورا النقطة الثانية الاعتراف بقيمة شهداء الثورة منذ ان قامت الثورة وما قبل الثورة شهداء كل مصر الاعتراف بقيمتهم وبجمالهم ورد الجميل عن طريق حاجتين واحد وضعهم على قمة رأس مصر احترامهم اثنين عملية تعويض لما فقدوا لأنهم أصبحوا في حاجة إلى المساعدة ثالث نقطة بنيجي نقول وصلنا لنقطتين النقطة الثالثة محاكمة من ثبتت إدانته في إهانة هذا الشعب أو قتل أبنائه بترى أن المحاكمات اللي حصلت دلوقتي هزلية لا 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 دي هزلية 100% هزلية 100% رابع نقطة علشان ننتقل من المرحلة التجريبية للمرحلة الانتقالية رابع نقطة أنه بعد أن يتم هذا الكلام كل من لم يثبت إدانته وخطأه يتصالح الجميع مع الجميع ونقعد مع بعضينا ونقول احنا امة واحدة عفى الله عما سلف انت كنت يعني ما خدش انا العسكري في الشارع وامين الشرطة والضابط الصغير وحمل عليه لازم اقول له تعالى عفى الله عما صلح لم يثبت انك مدان بالقتل او مدان بالعدوان هي دي بنسميها العدالة الانتقالية لم تتم احنا عايزين علاج نفسي كده يا دكتور احنا عايزين المصريين يحصل لنا نوع من التصالح مع ما حدث والنظر للامام والتخلي عن فكرة التشفي او الرغبة في الانتقام وبص لمصر هل احنا محصورين دلوقتي بافكار كلها ليها علاقة بالتشفي باحساس القهر والغل اللي اتكون على مدار 30 سنة فدلوقتي معميين عن بكرة معميين عن الانتاج عن الشغل عايزين ننتقم وعايزين القصاص هل ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيحصل ونقطتين كمان نتكلم كل يوم يطلع وزير ويتكلم احنا انا عايزين سياحة هروح اجيب الصينيين هجيب الروس ويطلع وزير يقول انا حوزع البترول ولا الغاز بالكوبون ويطلع وزير احنا عاملين باتش ورك عاملين نرقع والشعب بيقول انا زهقت ترقيع انا عايز حلول جذرية ابني محتاج بنتي محتاجة واو والاخر احنا وصلنا فعلا لحالة الغليان على المستوى الشعبي وان في هناك انفصام في الشخصية المصرية فصل بين القيادة وبين القيادة الحكيمة وفصل بين الشعب اللي بيتحرق كل يوم ومش دريان هيوصل ليه ولا لاقي حرية ولا لاقي عدالة اجتماعية ولا لاقي حاجة اطلاق وانا لا احمل المجلس العسكري ولا احمل القيادات اللي موجودة المسؤولية فيما يحدث ولكن احمل عقول مصر على مستوى مصر ومستوى العالم انه لم يتهافتوا بالمشورة الحسنة وبالتقديم الخبرات فورا ليه ما نقومش دلوقتي ونقول ندعو عقول مصر اللي موجودة في الخارج عشان تيجي تتكلم معانا وتقول وتدينا عايزين افكار تفكر معانا وليه ما حضرتك النهاردة لما بتقولي هو خلاص ما فيش في مصر هنغير اذا مصر عمرها ما كانت فاضية من القيادات انت تعلمي من الدراسة ان هناك في مصر عدد من الخبراء في كافة المجالات سواء ماجستير او دكتوراه يفوق فرنسا والمانيا وانجلترا مجتمعين ولكن هذه العقول
بتهرب من مصر. واللي انا بيخوفني عشان اقول انا عندي امل اني مش عايز هذه الفتره اللي احنا بنمر بيها تكون فتره نزيف لعقول مصر، لان الناس هتزهق. حرام. يقول لا كرامه لنبي في وطنه وكله يمشي. مش كده. طيب معانا اتصال استاذ امين اسكندر النائب نائب مجلس الشعب، معانا الاتصال. طيب حضرتك كنت، لا بدنا ثانية واحدة، لا بصي ثانية، أنا جاية لك أحق نفسي. استني استني حضرتك، اتفضل. أنا أخشى بس إن المداخلات تمنع الفكرة. لا اتفضل نكمل الفكرة وبعد كده نستقبل التليفون. دلوقتي أنا كلمت في النظام البرلماني عشان تبقى الفكرة المزام موزون، ما بقاش مايل. دلوقتي قلت يبقى لا رقابة ولا تشريع. تشريع حتى أنت بتحط قوانين يا مجلس الشعب، هتحط قوانين الحكومة هتمررها لك، حكومتك حاجتك ناسك او ناسك يحطوا انت هتمررها لك. بترى انه النظام البرلماني لا يناسب الان ما يحدث ولا يناسب هذا المجلس المنتخب، ومحدش يقول لي انجلترا، هقول له انجلترا رئيستها ملكة مش عارف ايه، ملهاش صدر. مسألة تانية يعني، مسألة تانية خالص. كل شعب له خصوصياته وليه وضعه. النظام الرئاسي عكس كده، ممثل عنه انه الرئيس الجمهورية قوي قوي يقدر يقف قصاد النظريه الاولانيه اللي هاجمها مش انا، مونتسكيو في روح القوانين، روح القوانين قال لك الكلام ده ما ينفعش، ومش لمصلحه اللي فاكر انه لما ياخد ده وياخد ديكا ويجيب ناسه يبقى كوش يبقى احسن، ده تضر بيه على المستوى البعيد. شايف ان بيحصل تخليص حق زي ما بيتقال، تصفيه حسابات وتخليص حق، هطلع بحقي بقى؟ لا لا، ولا لا اللي بيحصل لا لا لا، اللي بيحصل عايز بس بعض الهدوء في فهم الفكره، انما لا مش شايف انه حد بيخلص حقه. انا عن نفسي مش شايف التخليص الحق. النظام الرئاسي عكس كده حضرتك، بيقول لك عايز رئيس قوي هو المسؤول، هو اللي ادام انا هجيبه مين اللي انتخبه؟ جميع الشعب المصري. الله، ده حاجه قويه، ده رمزي، ده بقى كرامتي وشرفي، وهو ده اللي يمثلني، وهو ده القوي، وهو ده اللي يقف. واضرب مثل في ثانيه، الرئيس الامريكي لينكولن برك لما حصلت الولايات الشماليه والولايات الجنوبيه في امريكا انفصلوا، جاب السبع وزراء بتوعه قال لهم يا نقوم بالحرب، ده النظام الرئاسي، نقوم بالحرب احنا الولايات الشماليه السبعه على الولايات الجنوبيه عشان تقوم الولايات المتحده الامريكيه. انت وزير التموين قالوا لا وزير ما عندناش اكل، انت وزير الدفاع قالوا يعني، انت وزير التجاره قالوا عارفه قال ايه حضرتك؟ تقوم الحرب باغلبيه واحد ضد سبعه. رئيس قوي فاهم اللي بيعمل، وقامت الحرب وقامت الولايات المتحده الامريكيه، وما كانش كان جاع النقاله وكان بقى عالته كده. انا مش عايز القوي كده، انا مش عايز القوي كده، عايز التوازن الرشيد بين السلطات. انت قريت في عينيا يعني، مش مضطر ايه؟ انا شفتك عايزه تهاجميني. لا مش هاجم حضرتك، ولا تهاجم الفكره، انا مش كده. تهاجم الفكره يعني. فانا بشوف التوازن الرشيد هو البرلمان له سلطات على الحكومه، يسال يعمل استجواب، يسقط الحكومه، الحكومه ليها سلطات على البرلمان تحله في الاخر، ويحتكم الرئيس الجمهوريه وفقا لاسس معينه دستوريه قويه. انقل نقطه بسيطه اخيره في مده دقيقه، الماده 28 المطلوب تعديلها. الماده 28 بتقول ان بما معناه في الاخر لا يجوز الطعن على، بصي حضرتك احنا في مجلس الدوله، احنا في مجلس الدوله والقضاء الاداري وفي مصر وفرنسا بيرجح بين حاجتين، المشروعيه والاستقرار. لو ماذا لو تعارض القانون مع الاستقرار؟ ماذا ما لازم ده طبعا، ماذا لو تعارض القانون والمشروعيه مع الاستقرار؟ اغلب مين؟ ابص في المشروعيه الاول اشوفها مدى المخالفه للقانون جسيمه، لا اقول بقى ايه اغلبها بسيطه، اغلب الاستقرار. الاستقرار يسمو على المخالفات البسيطه في القانون، يبقى انا مش شايف المخالفه اللي في الماده 28 لا تستدعي حل الماده، لا تستدعي، لان تعديلها هيترتب عليه عدم استقرار شديد. انا هعمل استفتاء تاني واعمل ايه؟ لا. لا لا. المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدوله، بشكر حضرتك شرفتنا ونورتنا. دكتور عدلي حسنين الخبير الدولي في الديمقراطيه والحكم الرشيد والمستشار الاقليمي للامم المتحده في برامج التنميه المستدامه، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا في كل مكان دايما اللهم ولي خيارنا، خليه دعائنا، اللهم ولي خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب. اشوفكم الحلقه الجايه وعلى الساحه باذن الله. دايما مصر محفوظه ومصر في قلوبنا بنحبها وعايزينها تحبنا وتحضننا وتخلق لنا بكره اجمل لينا ولاولادنا. سلام عليكم.